مصر معنية بشكل رئيسي جدا بما يجري في البحر الأحمر. عائدات مصر من 8 إلى 11 مليار سنويا، هذا بالمتوسط نتحدث عن نعم عائدات قناة 9.9 نعم مليار. هي تتحرك يعني نعم ما بين 8 إلى 11 صحيح. وهي شريان رئيسي في ظل الأزمة المالية الكبيرة جدا في مصر. هل سيدفع ذلك لخطوة جريئة من مصر تجاه معبر رفح باعتبار أن كل الموضوع مرتبط بإدخال المساعدات؟ هل تفعلها مصر برأيك؟ لا أظن أن الأمريكان أن المصريين يذهبوا باتجاه معاكس للإرادة الأمريكية فيما يتعلق بمعبر رفح والاحتلال الإسرائيلي. حتى لو الموضوع مرتبط بشريان رئيسي اقتصادي قناة السويس. لأن الموضوع بالنسبة للقيادة المصرية أكبر من موضوع أكبر. اقتصادي. نعم. الموضوع الاقتصادي بلا شك ستكون مصر أول دولة متضررة من الشيوع الأمني والاضطراب الأمني في باب المندب. لأن عمليا كما تفضلت نحن نتحدث إذا كان الوسطي 9 مليار نعم. فأنت تتكلم بالشهر عن 800 مليون نعم. دولار ستخسرها مصر فورا نعم. وهذا سيكون كارثة اقتصادية. مصر تعاني من اقتصاد شديد جدا منهار. نحن نتحدث عن 163 مليار دولار ديون داخلية وخارجية حسب صندوق النقد الدولي تحدث بها هذه حتى شهر 10 2023، وبالتالي أنت أن تقطع أهم الشرايين الاقتصادية بالنسبة سيكون ضاغط جدا بلا شك. لكن هذا يفسر لعله يفسر أستاذ جهاد أن مصر رفضت أن تكون من ضمن قوات، أنها تدرك أن الوضع الأمني واضطراب الوضع الأمني في باب المندب هي ستدفع ثمنه. نعم. السعودية أيضا رفضت ذلك. نعم. وواضح أن الأمريكان فشلوا في حشد دول عربية لا تكون ضمن هذا التحالف، ولم يفلحوا إلا في ولا أي دولة شاطئية على البحر الأحمر إلا البحرين، لأنه فيها يعني نعم. القاعدة البحرية الأسطول الأمريكي الخامس نعم. فيها، وبالتالي شراكتهم كانت رمزية، وهذا يشير أن مستوى يمكن لاحقا إذا وجدوا المصريين بأن الأمر يعني يخسروا، لأنه هم كمان يخسروا باتجاه إغلاق معبر رفح. ندرك تماما أن مصر غزة كانت بالنسبة لهم أيضا سوق نعم. سوق اقتصادي، هذا أغلق الآن في خسارة، إغلاق باب المندب سيكون هناك خسارة عظيمة. هل سيعوض الدول المتضررة؟ قطعا لن يعوضهم بشيء. وبالتالي يمكن هنا عندما يزيد الضغط على القيادة السياسية هناك قد يكون هناك هامش لديهم للتحرك والمناورة نعم. هذا الأمر، لكن الآن أعتقد الوقت مبكر نعم.